علي روح على البيت. شو رأيك نروح نتمشى؟ نتمشى يعني ما ايه بنغير جو. ما ماشي نتمشى. يلا امشي. شو ماشين؟ ايه ماشين سعيد، لانه اصلا ما عاد بقي غير شغلة نص ساعة. ما عليك ما حبيت. استناني شوي عوزه. حبكيت هلا معك تعوزه؟ اجلها طول النهار وشك بوشه، شو بدك منه؟ معلش معلش استنى اذا بتريدي، كاني انا عرفت الموضوع اللي عايزني فيه، معلش. موضوع مهم؟ ايه موضوع كثير مهم. يعني بتطول؟ ما بعرف سعيد بنطول شيء؟ شيء نص ساعة. معلش بستناك تحت لو نص ساعة لو ساعة، خذ راحتك. قلي لشوف اللي اجوا سألوا عنك امبارح اجوا اليوم. سعيد انت اكيد بتعرف شيء ومخبي عني لانك عم بتلح على الموضوع، اكيد بتعرف شيء. لك انا مهتم بالموضوع لاني خايف عليك. لا ما عاد رجعوا سألوا عني، ما عاد رجعوا سألوا عني، بس انت اكيد في شيء ببطنك. احكي يا سعيد احكي لا تخوفني. لك ما في شيء ببطني، شو في ببطني؟ بس طالما اجوا سألوا معناتها لازم نحسب حسابنا، فهمت اخي سهيل؟ لا اطمن ما عاد رجعوا لعندي، خوفتني. يلا عن اذنك بخاطرك، صحيح قبل ما انزل يعني ثناء عم تعزمني كثير، قلتك ليش عم تعزمني؟ لك مبينه مبينه مشان تعزمها. هيك قلتها؟ رح اخدمك. ها لا 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 تخدمني. يلا عن اذنك تعي. والله معك. إلا ترق قصرك واسكن بيت الشعب وارجع لأهلي بعد ما ذقت الصبر. مرحبا سيدي. سيدي وسيدك الله، ليش وين السكرتيرة؟ ليش ما نبهتني إنك فتت؟ سيدي أنا الحقيقة لا تقول سيدي، أنا عاصم تجاوزا ممكن تقلي الاستاذ عاصم. استاذ عاصم استاذ عاصم انا من بعد الله داخل عليك. لا اله الا الله. خير يا ابني خير؟ شوفي في عندك موظف اللي معه مشكله. مين هو؟ سعيد النايحه ابو حسام. خير شبه سيدي ضربني السياره وما عم نقدر نصلحها. يا سميره يا سميره يا سميره رد علي يا سميره. ما في حدا. ليش لما فتت ما كانت موجوده؟ سيدي ما كان في حدا، قعدت ساعة برا، بعدين تعالي فوت يا ولد يعني شو بده يصير؟ لك كان برضاي عليك، اندهلي الأستاذ سعيد من مكتبه، بتعرف مكتبه؟ بعرفه. يلا بسرعة رح اندهله. شو هالمديرية الفلتانة؟ اللي فايت فايت واللي طالع طالع. ولرجع قصرك وارجع بيتك. ترلللم. قوم جاك الموت يا تارك الصلاة، قوم شرف. أهلي أبو بسام تفضل. ما بدي ارتاح، قوم معي المدير بده اياك. شو بده عاصم؟ حكيت له كل شيء. شو كل شيء يعني؟ شو حكيت له؟ حكيت له مشان التاكسي انك عم تتهرب مني، قوم خلصني. لك شو دخل عاصم بالتاكسي؟ ما انا قلت لك بالاساس. قلت لي ما قلت لي انا ما لي علاقة، بعدين لا تقول عاصم سيد المدير. ها قوم شرف معي. شو أويان عصك على مين متكي؟ روق له مالي جاي. ايه شو عليه؟ بسيطة أنا بورجيك، رح أقول له ما رضي يجي، ورح أقول له إنك قلت لي عاصم بدون ما تقول مدير، وبدون أستاذ. ماشي. ماشي. سيدي بمنتهى اللامبالاة رفض يجي، وقال لي عاصم ما دخله، لا الأستاذ ولا السيادة. يعني أنا مكنك أنت مالك شخصية بالمديرية، إيه ما أكون محلك تدخل على الرابع شيتو. ماشي ماشي. أنا بعدين بحكي معه، هلا تسهل. ليش دي؟ دق الحديد وهو حامي. مو كل الأحيان الحديد بيندق وهو حامي، أحيانا لازم نستنى حتى يبرد. تفضل أنت ارتاح. طيب إمتى أرجع؟ لا ترجع، اتصل بالتليفون 777-0000. أستاذ عاصم أنا من بعد الله داخل عليك. يا سعيد يا انقذني أستاذ. لا إله إلا لا الله. لا تنساني. حاضر حاضر، شكرا علينا. بس هلا روح أنت تفضل. على طول تذكرني. أنا بحكي معه على عيني. على عيني. الله لا يعطيك عافية، بس بالاسم عندي سكرتيرة مين ما كان عم يفوت لعندي. حاضر استاذ. ماشي استاذ.
مع السلامة. مع السلامة استاذ. ما رح يرجع اليوم. هلا انت بدك تجننيني؟ لك مو قبل شوي قلتي لي بده يرجع اليوم؟ ما حكى لي انه ما رح يرجع، بس انا فكرته رح يرجع. لك طيب ليش ما قلتي له اني انا هون؟ احتمال كان يرجع. ما سألني. من غير ما يسألك كنتي لازم تخبري انه انا هون، لانه هو شخصيا مكلفني اي شيء لازم خبره عنه فورا. خلص بكره بتيجي. ما بقدر لبكره، لازم سيادتي تحل الموضوع اليوم. لو بقدر حل لك اياه كنت حليته انا. طيب اعطيني عنوان بيته. ممنوع اعطي عنوان بيته لاي حدا. لك انا موحدة. انا عيني مو ممنوع انه تعطيني عنوان بيته، لانه شخصيا سيادته موصيني اي شيء بيصير لازم اعلمه على الفور. خلص بكره بتيجي. وينك؟ انا بحملك المسؤوليه الامنيه كامله. احتراماتي سيدي. كيكو سيادة المدير العام. أنا نزار سيدي. نعم سيدي. سيدي هذا عاصم بدل ما يصلح الموضوع نقلني على رحيبة. نعم سيدي على رحيبة. إيه حاضر سيدي. حاضر سيدي. مثل ما بتأمروا يا سيدي. أنا خدامكم سيدي. حاضر سيدي. مع السلامة سيدي. شكرا. شكرا سيدي. شكرا على الثقة سيدي. مع السلامة. ايه سيدي يلا. مع السلامة. احكي مع سيادة المدير العام خلصيني. الو استاذ. استاذ انا ما اعطيته اياه. استاذ خطفه من ايدي خطف. طيب بقى حاجة كمان شوي انسي. انعموا عيوننا. قلي انت بتعرف تشتغل منيح على الكمبيوتر ولا بس الالعاب؟ لا بعرف كل شيء. يعني بنقدر نظبط جدول نحط فيه كلمات؟ طبعا ما في اسهل من هيك. طيب مسك لك هون في جمل فيهم فعل وفاعل ومفعول به. بدي تحط لي كل وحده بجدول لحالها. مضطر عليهم كثير، بدي اياهم بكره. ايه الله يرضى عليك. اليوم بخلصهم، واذا بدك اليوم ببعتهم مع شوفير بابا نشأت. لا لا، بكره بس اجي على الدرس باخذهم. بس ما بدي يطلع فيهم اخطاء مشان ما اتبهدل قدام رفقاتي. بعمل لك اياهم بدون اخطاء، شو بدها الشغله كلها؟ تعرفيش ازرار. يلا عم اذنك. اذنك معي. تريدي شي مدام؟ لا سلامتك، شو طمنيني؟ ممتاز، في تقدم. يعني بينجح السنة؟ إن شاء الله. يا رب. تفضلي حبيبتي. أنا خبرته لأبو لبيب قديش الولد عم يتغير، فزاد لك 500 على الساعة. قديش هدول؟ 6000، كل مرة عم تقعدي 3 ساعات. لا معلش 2000 بكفي. لا تخيلك، بيزعل أبو لبيب مو مهر زي يزعل مشان 4000. بس كثير هيك. مو كثير، أقل من حقك، أنتِ عم تتعبي معنا كثير. طيب، شكرا كثير. أهلا وسهلا. على إذنك. الله معك. العمى مو كاتبت لي قدام الفعل المفاعل، من وين بدي اعرفهم هدول؟ حق العنين. ماما لانسة جمانة راحت؟ ايه ماما راحت. يلا جربها بحالي. فعل الفاعل مفعول به. اني ساعة راحت امي؟ شي الساعة 12. يلعن اخت الدرس اللي بيمط 3 ساعات. 3 ساعات قدام المراية، 3 ساعات دروس، 6 ساعات دوام، 9 ساعات نوم، أنا شو بإيدي أنا؟ شو قصدك بابا؟ يعني ماما ما لازم تشتغل؟ تشتغل بس تشتغل بعقل، مو معقول نقضي نهارنا كله ورا المجلة، عنا بكالوريا نحن. أنت ما عم تدرس، متعتمد على الرشيتات، وأنا مو مقصرة بدراستي، يعني البكالوريا مو معوقتنا على المساعدة. أنا بفهم إنه الدرس ساعة، مو 3 ساعات. ماما لو ما لها مضطرة تقعد 3 ساعات ما قعدت.
ماما مو من النوع اللي بيحب يطق الحنك. دافعي لي عنا لقلك انت، دافعي لي عنا. ألف مشكلة براسي أنا، بدي وقف ورا المجلقة. هذا منظر أب ما. ها؟ إجت زيزونتك. مين زيزونتي؟ زيزون وزيزوني. امشي زنزنو بدنك، امشي على السقالة يلا. مرحبا. عم تلاقي على السلامة. مساك. عطي هدول للمصلح مشان السيارة الثانية. منين هدول؟ من الشغل. ثلاث ساعات مبارح وثلاثة اليوم. ليش قديش عم يحاسبوكي على الساعة؟ شافوا الولد عم يتطور، قاموا زادوا لي المبلغ. ومين عم يحاسبه؟ أهله. بعرف أهله، بس مين من أهله؟ يو، أمه. ماشي الحال. إن شاء الله يا جمانة بس أطلع أنا من هالجورة، يا برجع لك ياهن يا بشتري لك فيهن ذهب. إيه شو شايفني عم طالبك فيهن لحتى عم تحكي هالحكي؟ لا بعرف. انت اذا بطلب كلوة من كلاويكي ما بتقولي لا، اذا بقلك عطيني طحالك ومعلائك ما بتقولي لا. بس انا سعيد النايحة، انا مو مرجال اللي بيعيشوها النسوانون. ايه خلاص، بس تطلع من الجورة جيب لي فيهم ذهب وفوق المنة سنسلة يا قلب. لا شو سنسلة، بس اطلع من الجورة متوقع لك على جنزير اللي سنين حاطت عيني عليه. ايه لا سنسال بيمشي الحال، ما في داعي للجنزير. عالجنزير قال يلا وريت حالك ودق على صدرك. انا بدق على صدري بس ما بوريت حالي، انا بيه بالدقه انا هيك بفهم. يا هديه مثل العالم والناس يا بلا، انا قلت جنزير يعني جنزير. انت من زمان لازمك جنزير. ايه مو ضروري تبعزي مصرياتك بالحكي الفاضي، انا مالي مراهقه لحتى شكشك حالي بالجنزير. سنسله وزياده. الجنزير اللي عم بحكي عنه مو لللبس، بتحتفظي فيه للذكرى، بتفرجيه للعالم وبتقولي لهم جوزي ابن النايحة جنزرني، قصدي جاب لي جنزير. ما بدي عينك تكون مكسورة وانت بنت الأبريقي. تعيش وتجيب لي يا سعيد، الله يخلي لي اياك. سلوى طبخت شي؟ لا يوك شو تطبخ، انا شو شغلتي هون؟ انا طبخت وعم بجلي ابن النايحة، اوجه واحد ببيت النايحة هي شغلته يجلي ويطبخ. زكاتك شوفيني يا الصحن مضيق. العام مالك يا استاذ الشباب، تسلم مزيان ابو سليم. وينك يا عزاب؟ لك احلى عزاب، اطلب لنا شي كاسه من تحت ايديك حلوين. عندك عندك عندي يلا يلا شي. الله يسلم عليك، خلقت بايدك. لعب مين؟ تعال قبا تريسي. وهاي هاي يلا اطلع من ايدك. وهاي لك ان شاء الله دايما. يلا فؤاد يلا يسلم الاربعه. ايه السلام. ايه وشيل الختيار الكبه لك يا عيني عليك يا شريف، فصلت لك. يلا لحظه شوي، ليش فصلت؟ شو ليش فصلت لك يا حبيبي؟ ستين كسر انتو زيك شريك. اعمل لك فتيشة. الله يسترك زيك. الله يسترك، نويت بطلو خلصنا. هلا لا تحكي حكي فاضي حسام، هالغلب بيستاهل بورية. مسيك على راسي، بس هداك النهار كنت حاخنق لأخي مشان هاي الشغلة، اتركني منه الله يسترك. هلا لا تقلي مو جاية على بالك، خلاص مسيك. جاية على بالي وما بدي. عم على هالاصطلاق حبيبي عم قلك مسيك خلاص. أخي ما بدي، ما بدي دخن، خلاص فصلت معي، خلصنا. خلاص خلاص لا تعصب لا تعصب. عم هاي لأنه عاملين لك شان ومقدرين واجبك. الله لا يكبر شانك ولا يكتر واجبك. عم اقول لك ما بدي دخل، افهم علي بقى. خلص فهمنا. يلا يلا فتوها فتوها. يلا انتم ما لكم معصمين مشان الدخان، مشان الغلبه رح تنغلبوه هلا. ايه تقبر عظامي انت العاب. تعال شو تريكس؟ طريق ولا تريكس؟ لك تريكس خلص. يلا تركسها. من الاول اللي قولي عني ما تقول نني صعب الوصول، اللي ما يطول العناب حامضا عنه يقول اللي ما يطول العناب. خير يا طير، شايفتك عم تكوي بنطلونك، لوين رايح؟ نويت اشتغل بالكازينو، الشغل مو عيب. حكيت مع بشوكة صاحب الكازينو قلت له اني رايح لعنده.
كان لازم تنوي من زمان. كنت ناوي بس كان ناقصني حدا يتفشني، ومثل ما بقول مثل تفشني وشوف ما راح كمله. وهلأ مين اللي دفشك؟ سهيل. تخيلي من أول يوم دفشته فيه طالع ألف ورقة براني. قولي عني ما تقول مني صعب اللي ما يطول العناب حامض عنا. صحيح، على سيرة سهيل صار معه شيء جديد؟ مشى القميص؟ ايه. الله يصلحك يا جمانة، أنا عم بلي حالي بحي الله شغلي مشان ما أتذكر السيرة، ما صار معه شيء. ما في أي دليل ضدك، القميص في منه مليون واحد، شو ما في غيرك عنده منه؟ أنا مو هاكل هم حالي، هاكل هم سهيل أنا. ما في دليل ضده حتى لو شكوا فيه، بيعرفوا بري بيرجعوا بيعفوا عنه. قاضي حضرتك. مين؟ 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 مرحبا، أونكل سعيد هون. ايه هون، تفضلوا. قلنا لك مرحبا، قولي أهلين. ايه ما تركت لي مجال لك أهلين، قلت مرحبا وأونكل سعيد هون، تفضلوا. تعرف على بنت عمك، تعرف. بعرفها، شفتها المرة الماضية. بنت مثل القمر، مو ناقصة شيء، تركتها للغريب والحق من جيرانك. لا للقريب ولا للغريب، ما في حدا. عم تسمعك إنها فاضية، فهمت ولا أشرح لك؟ ما عم سمع حدا، أنا بكفي دراستي. بتكفيها شوات من عمك، ما صار شيء. أهلين عمي. كيفك أونكل؟ مرحبا. بلا أمكلي، ما بحبها هاي. إن شاء الله بخير. الحمد لله. مرحبا. أهلين، الله يرضى عليك. خلاص الله يرضى عليك، تفضلوا تفضلوا. شو ما ناساوينا هو، يلا يرضى عليك. على عيني. شو خير إن شاء الله، زيارة عادية ولا وراء الأكمة ما وراءها؟ لا مو زيارة عادية، وراء الأكمة ما وراءها. إيه، شو وراء الأكمة؟ في كذا شغلة. أول وحدة جينا نقول لك انه ابي باع البيت تحت حمايه الشرطه. انتوا اللي جبلتوه يجيب الشرطه، لو تركتوه من الاول يبيع ما كان صار هيك. يلي صار صار، نحن اجينا لعندك مشان تحكي لنا معه يعطينا كل واحد حصته. ماشي عمي، اذا كان هيك بخدمكم، بس ما في اي ضمانات يلبي. ابو زهير عقيد بيت النايحه وبعرفه، يا جبل ما يهزك ريح، تنح دق المي وهي مي. ما بدنا منا غير تحكي، ابي ومنعرفه، ما راح نضمن لك النتائج. يا ميت اهلين وسهلين، شرفتوا. الله يديم مهلتك مرت عمي. اهلا وسهلا. الله يخلي لنا اياك يا مرت عمي. خليكي مرت عمو. وهلا صار دور الشغله الثانيه، وحابب تكون مرت عمي على الحديث. خير، اي حديث؟ بدنا نجوز سمير، بيته عنده صار عمره 25 سنه، قد الشنتير، عنده محل وشغله ماشي، ما حلو يتجوز؟ ايه حلو. ونحن هيك عم نقول، بس كمان ما بدنا اياه يتجوز حي الله جوازي، هيك ولا مو هيك؟ هيك، لازم يتجوز البنت اللي بتناسبه. سمعت مرت عمك شو عم تحكي ابو كباش؟ حاطت عينه على بنت جيرانه، وانا بصراحه انا واخي زهير معترضين. ليش شبه بنت جيرانه؟ ما بها شيء، بس بنت عمه اولى من الغريبه. مين بنت عمه؟ مين يعني سلوى؟ ما عندنا بنت عم غيرها، معقوله نتركها للغريب؟ موضوع سلوى مو مفتوح للنقاش، لساتها صغيره. إيه لأنه صغيرة بدنا إياها، بيربيها على إيده. اسمعوا عمي، الأنسب إنه يتجوز البنت اللي بيحبها، أحسن إلكن وإلو. قول ما بشرفك تناسبنا وخرصنا، حاجة تموع على الموضوع. شبك رح تنفتق بشرفك وما بشرفك؟ لك يا أخي أنتوا أولاد أخي، بيت النايحة أنتوا، اللي بصيبكم بصيبني واللي بفرحكم بفرحني، بس في شيء بالدنيا اسمه منطق. المنطق بيقول إنك تفضل القريب على الغريب، مو بالعكس. تعال تعال لنا. عمي انا بكفيني عمك منصور، ما بدي حدا تاني يدوج علي يدوج علي يدوج علي يدوج علي. سلوى بالجامعه، وبس تخلص الجامعه هي اللي بتقرر. حطوا لي اكس على الموضوع. عن اذنك اونكل. لك الله يخلينا اياك يا عمي. خلص الله يرضى عليك. تعال الا انت شو بدك باخواتك؟ اي شيء بتحتاجه بتجي لعندي انا. لك ديبك انا والله ديبك. حيو عمي حيو، الله معك. شو بدا النايحة هدول؟ يي ضربته بدون ما اعتذر منه. ايه
لك شو في ايدي. سعيد بترك كل شيء من ايدك فوق، بدي احكي معك كلمتين مهمين. لا تعال هلا وقتك سهيل، اذا شافنا صاحب المحل بيقلعنا خلينا عم نشتغل. هلا وقتي بدك تتبعني. تعال شوف، شايف هذا اللي قاعد هيك وعم يغقف ويفقش بايدي؟ انا منور هذا اللي قاعد هيك، هذا خبزني سودا وحمرا مزركشه مثل تبع الخير، شايف عم يعمل هيك بايده؟ ايه عرفته شو هذا هو العين اللي اجى لعندي على البيت وحقق معي. ودي معناتها لك سهيل شغلتك مو عادية. بالظاهر عم بيراقبني، بس انا مو مساوي شيء يا سعيد. يعني انا مواطن كثير صالح، انا لا اسمع لا ارى لا اتكلم يا سعيد. لك مو ضروري الواحد يكون مساوي شيء لحتى يعني، بجوز شيء مواطن عامل شغله ولا ثقه فيك. شلون يعني؟ ما فهمت عليك. يعني لا تزعل مني، احتمال تكون شغلتك جنائيه لك سهيل. جنائيه؟ بس انا يا سعيد ماني مساوي شيء، يعني لاني قاتل لاني سارق لاني ناهب. انا ليش؟ اسمع لقلك خليك معي. لما اجي احقق معك سألك عن قميص مع قميص. سعيد انت مخبي عني شي؟ احكي لي. ماني مخبي عنك شي. خلص شد حيلك، لا تكلم. لك اسكت. خلص اذا وقعت ما راح اتخلى عنك، لانه انت مالك ذنب. انا راح اروح ضحي بنفسي من اجلك. لا تكلم. ما فهمت عليك. تعي شلون يعني؟ اخي عم بحكي بشكل عام، ما في شي. مقابلة مع السيد المدير العام. المدير العام ما بيجي للتسعة، هذا إذا بكر، وهلا الساعة 8. ماشي، أنا بنتظره. ما بدي أفهم أنت شو جابك هلا؟ قلت لك جاي أقابل سيادة المدير العام. المدير العام يمكن ما يجي للساعة 10. روح وتع الساعة 11، ولا إلا تع الساعة 12 وحدة أضمن لك. إن شاء الله ما يجي للساعة 4، قاعد هون وماني متحرك حتى قابل سيادته. أنت أخو مرائي؟ أستاذ نزار مو فاضي طلك، أنا جيت بكير لأن عندي شغل بايد وبدي أشرب فنجان قهوة على راحتي قبل ما يجي حدا. لا تصرخي بوشي، اشربي على كيفي. شو أنا بدي أنزل فنجان القهوة شريك؟ بعدين قلت لك أنا قاعد هون وماني متحرك لحتى قابل سيادته. أنت أخو مرائي؟ هيك نكاية. معلوم يلي بده يسهر للصبح بده ينعس بالمكتب. مو للصبح، مو للصبح، للساعة 4:30. 4:30 انت السادي، ونص ساعة للبيت 5. اختي كان شو عرفك انه للأربعة ونص لح تصرفوني من الكافينو؟ سنة بعدين عيب عليك، غير اساس بيتك ولي على الكسرة ان شاء الله. تخت من زمان ستي، شب لك طقم كنبايات خزانة، عندك 3 كراسي كل كرسي من ديرة، وبتعلق أواعيك على سنسلة. افتكر انها افتكر سناء يا اخ سناء. طيب اسف انا يا اف سناء انه انت بس يومي عرفك بهالمعلومات هاي كلها. انا اللي بعرف. من وين؟ بضرب بالمندل. قديش طالعت مصاري مبارح؟ انا ما باخد من يوم، نحنا بناخد جمعيه. لا تكذب علي، امبارح 3 اعطوك بخشيش. لك انت رح تجلطيني اذا بتريدي. يا سناء قولي لي بس مين قال لك شو تنطرط؟ يعني عن جد قديش اعطوك بخشيش؟ 700 ليره. هاتون. ليش؟ بدي صمت لك ياهم.
عم فكر اني جيب لك عفش جديد، عرفت شلون؟ واذا لزم الامر بدي جوزك واشتري لك بيت. ها حاجتك عزابي. افتناء لا تعذبي حالك، انا لانه بحثت بس حظي وبعرفه لو بتجيبي لي تخت ابانوس ومجلة سيراميك وطقم ستانلس ستيل وستائر ساتان وكاسات كريستال ما رح تلاقي وحدة تقبل فيني. أنا بحثتها بحثت، أنا مو إنه ما بحثت، بحثت كثير. طيب شو رأيك إنه في وحدة رضياني وقبلاني وأنعاني وهي عنا هون بالدائرة؟ وين يا شاطر؟ هون هون بالدائرة. ركز معي سهيل، ركز. ليكون قصدك الموظفة اللي استلمت الديوان بدل نزال؟ هلا شو جابها هي اللي استلمت الديوان على بالك؟ هلا مين جاب سيرتها؟ عن وحدة تانية عم بحكي أنا، وحدة تانية. خلص عرفتها، لا تكملي، يمكن استلمت المالية، ما هيك؟ ليش فكرت فيهم؟ يعني فكرتك شفتيهم عم يبتسموني، أنت ظنيتي الظنون هيك بينك وبين حالي. لا، رح أقول لك مواصفاتها وأنت حذير. قولي. موظفة كنا بتفهم عليك وبتفهم عليها، بتطعميك تحديدا يا برق، بتصبح عليها وبتصبح عليك وبتقلي صباح الخير. الله لا يصبحك بالخير لك، الله لا كان جاب الغلش وانت معيار متقصدني. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، لك شو عملت لها؟ انا شو عملت لها؟ يا سيدي انت جيت بالوقت الغير المناسب، لانه ثناء كانت عم تعطيني مواصفات وحدة موظفة هون عنا وحاطة عينها علي. مو وحدة محددة، أنا عم قلها بشكل عام مواصفات البنت اللي ممكن تاخدها. الله ياخدك أنت. إيه ثناء، أنا لو ما فتلت البلد كلها كان الواحد بيحكي، بس أنا بحثت، مو إنه ما بحثت، بحثت كتير. تعرف إنه المشكلة عندك أنت غبي باختياراتك، ما بتختار البنت اللي بتعرف قيمتك وبتقدر فصاحتك وطولك وعرضك. دخيل عينك يا أبو حسام، الله بعت لي إياك بالوقت المناسب، فهم وقنعه ما عم يرد علي. ليش يا افتكار هذا بيفهم؟ هذا قلبه أعمى. سناء تقبرني سناء، بس قنعه الله يرضى عليك، قنعه حاول. طيب بكره على الغداء شو عندك؟ ولا شيء. بكره معزوم لعندي على الغداء على البيت، بدي عرفك على وحدة اسمها نهلة رفيقة مرتي. هي بتلبق لك تمام، الله عامي قلوب العرسان عنا، تقول خصوصي إلك يا محمد شو بتناسبك. خلاص الأحاديث الخاصة جوا لبعدين. يعدمني ياك انت. ايه لك هذا تحدي مباشر لإلي؟ لك مين فكر حاله هذا؟ والأنكى من هيك سيدي، ادعى عاصم بأنه سيادتكم هو اللي أصدر الأمر الإداري. يا لطيف، وصلت فيه الوقاحة أنه يكذب؟ طبعا سيدي، بس انا ما صدقته. طبعا ما بصير تصدقه. وين امر اداري؟ معي سيدي، هاتوا. تفضلوا سيدي. ما يديمك فوق راسنا يا سيدي. اسمعني صار، بترجع على الديوان وبتمارس عملك بشكل طبيعي وكأنه شيئا لم يكن. كرئيس ديوان سيدي؟ لا نزار، انا عم بستخدم معه سياسة الخطوة خطوة، يعني عم بنسله روحه نسل نسل، وحدة ورا وحدة، على قولة المثل طلوع السلم نزار درجة درجة. ايه بس ما انا كنت رئيس ديوان يا سيدي. نزار نزار بترجاك لا تنسى توجيهاتي لك، قلنا سياسة الخطوة خطوة، ما بصير نلغي له قراراته هيك دفعة واحدة، ما بيجوز، هذا بيسموه استلاب للرأي الآخر. المطلوب منك هلأ نزار أنك أنت تراقبه عن كسب. شو قلتوا سيدي؟ تراقبه عن كسب، كسب نزار، وبتتابع لي تحركاته وبتقدم لي عنه تقارير يومية. تكرموا سيدي، مقدم عنه تقارير يومية، شو أنا خايف منه؟ مو بس هيك، لا، وبدك كمان تحاول تقلب الرأي العام عنه بشؤون الفنية. رح قلب الرأي العام العالمي كله عليه سيدي. طبعاً هذا لازم ينوضع له حد لأنه زاد كتير. طبعا سيدي لازم ينوضع حد، زود كتير. نزار نزار ارجع على شغلك وكأن شيئا لم يكن، وراح اتصل فيه وامسح فيه الأراضي وخلي يلغي الأمر الإداري تبعه. تحرك نزار. كتر الله خيرك يا سيدي. يا زخرة طوضا وريحا عاطية، منكم نستمد النور ونستمد العافية، أنتم في نزار شو قصتك؟ حاجة تطنب فيني بقى.
انا رجل عملي وعم بقوم بواجبي مو اكثر من هيك. اللي لشوف انت مهتم بالثقافه؟ نعم سيدي انا شاعر عظيم كثير نزار. مشان هيك انا راح كلفك بمهمه حساسه جدا جدا خارج اطار الواجب الوظيفي. تحت امركم يا سيدي. اسمعني نزار، انا اسست مجله حائط وفرغت لها مكان مهم كثير تحت بالكوريدور، وبصراحه انا فورا فكرت فيك نزار. نعم سيدي. انت رئيس تحرير هذه المجله. او امركم يا سيدي، او امركم نفذ على راسي، رئيس تحرير الجريده سيدي. مبروك نزار، تفضل. شكرا شكرا يا سيدي، انا رئيس تحرير الجريده. شكرا يا سيدي، يا صخره طوطه نزار. رئيس تحرير. يا سميرة، سميرة عرقين بقدونس لو سمحتي. ايه هلأ وقتها. ألو، أهلا أهلا. سعيد النايحة؟ ايه موظف عندي. خير خير إن شاء الله ما في شيء. ماشي تكرموا على عيني، هلأ ببعتوا حالا. تكرم ومع السلامة. يا سميرة عيناك، آه من عيناك قاتلتاي، الله لا يقيمك. يا سميرة ليش ما عملت لي رد عليك بطلاقة؟ شل وقتك وشعرك الشلال يا قمري. طالما انت هون ليش ما عم بتردي؟ خير شو في؟ فهميني ليش ما عم بتردي؟ يمكن طفيته بالغلط. ماشي بتروحي لعند سعيد بتبلغي انه يروح على قسم الشرطه المركزي حالا. خليه يروح. تقبرني اذا بدي ابعتك بتروح انت، انا كثير مشغوله. ماشي ليش ما اروح؟ بروح. خليه اياك. لك انا المدير هون مو انت، لما ببعتك لمحل بتروحي انت، مو بتبعتيني الي. خلص تقبرني ما تعصب، يلا هلا بروح. ها ولا تنسي البقدونسات. ها على راسي دخيل البقدونسات تبعك. انا سعيد عن جد شوقتني. سعيد احكيلي، سعيد احكيلي، نهلة نهلة يعني حلوة ولا ما كثير حلوة؟ لك شو حلوة؟ قال حلوة قال. اذا بدي اقول لك عسل بتطلع احلى، بقول لك شهد لك بتطلع احلى، مالي قدران اوصفها، بقدر اختصر لك الموضوع بتفلج. رح توقفني قلبي يا سعيد، رح توقفني قلبي. طيب قل لي يعني شو مواصفاتها اجمالا، يعني هي طويله ولا قصيره؟ شو مواصفاتها؟ بتعمل لها 400 كيلو بالتنكه. مصروفها خفيف، بس يعني معقول تكون في بنت اطول منك؟ هي اقصر بس بسنه مثل العرق البان. لك مو بس هيك، العرسان عليها مثل الدبان. الدبان عجقه. خلصنا بقى خلصنا، دخلتوها هيك يعني هلا بصارت. هذا مكان شغل مو مكان للحديث وما بعرف شو. زحمة عليها زحمة، لك ما في محل تحط اجرك، بين العريس والعريس في عريس. مرحبا. اهلين. سعيد طالبينك الشرطة. شو بده؟ والله ما بعرف، اتصلوا بالمدير وقالوا له يبعثك. طيب شو عبدوني الشرطة؟ شو انا صاحب سوابق، انا لسه رايح جاي مثل مكوك الحريق، ما قالوا لك شو بده؟ لا ما بعرف، بس روح تعرف شو عامل. طول بالك يا ابو حسام، الشغله ما بترعب لانه الشرطه بيضلوا حنين. ليش؟ لانه في خدمه الشعب. هذا اذا قارناهم بالها. لا تفتح تنبأك، بعرف شو قصدك. منوبها لا تورطني اكثر ولا تغمقني، ادعي لي. الله ياخذك. خير، قصيدة جديدة؟ قال يعني ما بتعرف. سميرة سميرة لا تفضحينا، والله مو أنا، والله مو أنا. لك لو أنا ما بتفرق معي. لك حاجتك بقى اعترف. لك الله وكيلك أنا ماني زعلانة منك، بس زعلانة على قصيدك اللي عم بتروحي. بدل ما عم تكتبها هيك
اجمع بديوان وانشرها وحط لي الاهداء لي، ما حازعل. سميرة لو كنت انا كنت اعترفت، بس مو انا. هات ايدك، خذ اجمع لي اياهم الديوان. يلي حبتش كمشة كمشة، ليش الجفا يا عمشة؟ عمشة؟ نعم مأمور. ممكن تدخل؟ ادخل. حدا ماسكك؟ شو بدك تطلع بالرابع؟ اطلع بالخامس. فوت. مرحبا. اهلي. شو قصتكم؟ لايمتى بدكم تضلوا تبعتوا وراي يا اخي؟ نزعتوا سمعتي بالدائرة من كتر ما بشوفكم. انا شفتي بتسوي السمعة ولا انت اللي بتنزل سعر المتر مطرح مو ساكن؟ انا مو قصدي شفتك انت شخصيا، عدم المؤاخذه، قصدي يعني شفت المخفر، لانه لهون ما بتجيبوا غير المجرمين واصحاب السوابق. لا مو بس المجرمين بيجوا لهون، كمان الضحايا بيجوا لهون. ايه سيدي، وانا باي صفه جايبيني هالمره، ضحيه ولا مجرم؟ كضحيه هالمره. ايه بس ما شفتك احترمتني وقلت لي عود، كانه عم تعاملني كمجرم. صرت فايت لعنا كمجرم 3 مرات، هي اول مره بتفوت كضحيه، بس تفوت لعندي كضحية للمرة الرابعة بحترمك بعد ما تميل كفة الميزان. مو هلا يعني ضل واقف؟ عود، أنا مشان الحرامية مو مشانك، ما بدي اياهم يفكروا وياخذوا عنا إنه منتعامل مع الكل بنفس الطريقة. يا وليد! نعم سيدي. جيب لي همام أبو شاكوش لهون. حاضر سيدي. منو هاد همام أبو شاكوش؟ هلأ منشوف إذا بتعرفه ولا ما بتعرفه. سيدي لا بعرفه ولا ماري عليه هالاسم، اوعى يكون جايب سيرتي بالتحقيق بيكون عم يتبلاني. يا لحدا جاب سيرتك لا بتحقيق ولا بغير تحقيق؟ ليش مفكر حالك لحتى الناس تجيب سيرتك؟ فايق بك شكلك. فايق وانت شوف. هذا هو، هذا اللي سرق التاكسي وعصابته سيدي، هذا هو. بس تركه، هذا اللي بدي أعرفه منك. شو سيد أبو شاكوش؟ لساتك مصر على الإنكار ولا بتعترف؟ اعترفت سيدي، اعترفت. عال، وهلا بدك تعترف لي مين اللي كانوا معك بالسرقة؟ خلاص سيدي بعترف، بعترف بدكم يا بعترف. ايه سيدي، لقيتوا السيارة؟ لقينا الجنوطة، وهلا بدنا نشوف وين بايعين باقي القطع. ماشي، أنا راجع على دوامي، بدكم شيء؟ الله معك، إذا غيرت عنوانك خبرنا، يمكن نطلبك للشهادة. ماشي، كتر خيرك. الله لا يوفقك، شو شحتني؟ أخذت برد عن سنة أنا. وأوام خلصت عنه تحقيق؟ خزيت العين حولك، خزيت العين تقبر قلبي. شو بتدخلتي؟ سألت عنه كل ما عارفه، وسألت عنه بمكان عمله، وسألته له شخصياً. وعملت تحقيق مطول عنه وقدرت أعرف عنه كل شيء عن قرب. طيب وشو رأيك فيه؟ لا غبار عليه، رجل كادح وملتزم وبيحب عمله وشغله، يعني وما في حوله أي شبهات. بدي أسألك، ضربت له في شيء عنكم بالشغل؟ ضربت له في شيء. شو طلعه؟ لا طلع وضعه ممتاز. إن شاء الله بتقبر قلبي يا فارس، الله يرضى عليك. جيب لي هالفيشة خليني أشوفها ولو مرة. مستحيل خاتي مستحيل، هالشغلة تعتبر سر من أسرار العمل، ممنوع حدا يطلع عليها. لك شبك انت مظن؟ تطليعه بتطلع فيها وبرجع لك اياها شوف فيها. لا تطليعه ولا غير تطليعه، هذا خط احمر. انت اللي بدك اياه عرفتيه. صدقيني هذا الرجال مناسب لافتكار، اكثر واحد مناسب لافتكار. لا تقبرني، مو هو اكثر واحد مناسب لافتكار، في واحد مناسب اكثر منه بكثير. طيب اعطيني اسمه وانا بسالك عنه اذا بدك. ما في داعي تسال عنه، بتعرفه عز المعرفه. مين هو؟ حضرة جنابك. يا خالتي يا خالتي، صرت قايل لك مليون مرة أنا متجوز، أنا متجوز. إيه بس مرتك ما بتجيب أولاد. طلعها يا أخي وخذ افتكار، خليها تبذر لك، خليك تحطهم بالعتبة وتعدهم بالقصبة. شو أنا؟ ليك هلا بتجيب أولاد ولا ما بتجيب أولاد، هذا كله من الله. بعدين بحب أقول لك شغلة، أنا ومرتي بنحب بعضنا وماشي الحال. ها إذا ما بدك تندم، بعد 20 سنة بتقول يا ريت يا ريت سمعت كلمة خالتي وتجوزت افتكار. خالتي بدك شيء قبل ما أمشي؟ وليش انهزيت؟ عزمتك على الغدا تقبرني عود، هلا بتجي بنت خالتك بعد دقيقتين. لا انا مستعجل وعندي شغل. لك وينك تعال هلا. مع السلامه. الهي بكسره قلبي، لربي تروح تلاقي حردانه يا حق. ليك هيك تاريخ قديم. عصبتك معي سهيل، لا تواخذني. اجت عين الله لك عجب الغلا.
مرحبا. شو صاير؟ طمني شو صار معك؟ لا ما في شيء، بدهم ياني مشان السياره المسروقه. التقي؟ هو بدها تلتقى، موزعه قطع غيار بالبلد كله، بس الحمد لله لقوا الحراميه. الف الحمد لله، الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. سعيد بدي اسالك مشان بكره، مشان العزيمه اللي عندك على الغداء، اسعر لي شيء طقم البسه ولا روح هيك معلي؟ شو ما بدك تلبس ما بتفرق. خايف اذا رحت هيك يعني عدم المؤاخذه يعني، بس ما اعجب انا نهله يعني. لا يا سهيل، لك انا معرفك على وحده اكابر وبتفهم ومو معقده نهائيا. وحده بتقول اللي ما بتزينه عروقه ما بتزينه خروقه، مو معقده. لا انا ما عاد اقدر اتحمل بنوم، تخنتوها كثير، انا ما بقدر اشتغل بهي الظروف الصعبه. عفوا عفوا، لحظه اني سيفتك. امل لو سمحتي وقعي لي الطلب قبل ما تروحي. طلب شو؟ طلب البكالوريا، يعني عفوا اجازه مشان فحص البكالوريا، لانه بيبدا الفحص الاسبوع الجاي. كم يوم؟ شي 15 يوم. 15 يوم مني؟ مسحيل عني. سعيد غريب، ليش بتضلها معصمة على طول؟ Mercury is the smallest planet in the solar system. Mercury is man planet. سلوى؟ يا ابو السلوى. قومي اعملي لنا كاسة شاي. عطارد اصغر الكواكب في المجموعه الشمسيه. لك قومي اعملي لنا كاسه شاي، هذا علاء مثل ذكر النحل ما بينفع على شيء. انت ليش شو ناقصك حتى ما تعرف تساوي شاي؟ ما بتعرف تحط الابريق على الغاز وتساوي شاي؟ لا عمل 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 عم تقول مو اخكم الكبير انا، ما عاد ليموني على حدا بنوب بهالبيت. انت عم تستنى اهلي حتى يطلعوا من البيت ويصير لك رأي علينا؟ لا تحلم. يا جماعه يا جماعه افهموني افهموني افهموني، انا عندي بكالوريا بعد كم يوم ولازم انجح، واذا ما نجحت كلياتنا عندنا بكالوريا. بعرف، بس انتو عم تقروا وتفهموا بتنجحوا بسهولة، انا عم بقرا ما عم بفهم، عم يفوت من هون عم يطلع من هون، ما بعرف ليش. بالتالي انتو عندكن وقت اكتر من وقتي، لانه انا بدي ابذل ضعف الجهد تبعكن لأقدر انجح. صح. بس هي مو حجة، انت فيك تعمل استراحة وتروح تساوي شاي لحالك. يلا. Mercury is the smallest planet. قدر احمق الخطى سحقت هامتي خطى، دمعتي ذابت. صحوة الموت ما أرى أم أرى. أنا بساوي عنك، بس الله يخليك لا تغني هالغنية. بسيطة لك سلوى، بسيطة، الدنيا فانية مثل شفت البصلة. ما تحكي هيك. بكرة يا سلوى إذا رسبت بالبكالوريا من أول وجديد وسحبوني على الجيش مثل التوت، ورح تشتاقي لي؟ لا ما رح اشتاق لك، لأنه أنا ما عندي قلب. ما بكرة ما بتشوفي إلا أخوكي طالع على نوبة هالحرس بنصاص الليالي والدنيا زنطاري وسم الموت، وحتمي بتمدي اصبعتك ما بتشوفيها، ولحالي انا بالبريه ما في حدا جنبي وبيطلع لي ضبع. لا تحكي هيك حسام. لك يا جد ما بيكون معي بارود بقوسه ما بخليه ياكلني. انت دير بالك على طول، خلي بجيبتك دائما بيل. لك ممنوع الواحد يشعل سيجاره، شو هي بيل ما بيل؟ ما درسوكم اياها بالفتوه هاي؟ ممنوع الواحد يعمل هالشي لانه بيكشف موقع الحراسه بعدين؟ نحن اسعافات اوليه درسونا. لكن لكن شوفي شغله سهله بيرموها على النسوان، ونحن الرجال بيتركوا علينا الشغلات الثقيله وبيحطوها فوق اكتافنا. بدك النسوان يعني تحرس محلك؟ لا ما بدي، انا بحرس هاي شغلتي، بس اذا قلنا لكم اعملوا لنا كاسه شاي لك ردوا علينا اعملوا لنا قيمه وعملوها. عرفوا انه الرجال في برقبته مسؤوليات كثيره ومطلوب منه مهمات جمه. اذا هيك اقنعتني رح ساوي لك شاي. وين الاخطاء؟ مو مشكلة نعمل ديليت ونصلح. اكتشفهم لحالك لشوف إذا صرت منيح ولا لا. يلا هلا بجرب. لا لا مو هلا، بعدين بعد ما أروح. هلا في إلي عندك طلب. طلب شو؟ إلي لشوف، أنت بتعرف تشتغل على الكمبيوتر منيح ما هيك؟ طبعا. بدي نقلك شغلة تكتب لي إياها على الكمبيوتر. نقليني. الثالثة ليلا. أعمل لك إياها كوفي؟
بعدين ندخل بالتفصيلات، هلا خلينا نكتب بالاول. ماشي. في ساعة من ساعات الليل. شو أنسي كأنه عم تخربطي؟ شلون عم خربط؟ في حرف جر، مو انت اللي بجر كم يوم؟ ايه. شلون ساعة المرفوعة؟ معك حق، أنا شردت. إذا تخربطت صلح لي، مو تمرق لي إياها. ماشي، صار لازم ركز معاكي معناها. زيني شارد، يمكن من شانك عم خربط. يلا منكمل. أنا جاهز أنسي. في ساعة من ساعات الليل الحالكة. حالكة؟ حالكة مو صفة؟ صفة. لكن ليش بالفتحة والليل بالكسرة؟ مو انت قلتي لي انه الصفة بتتبع الموصوف؟ شكرا لبيب، لولاك ما كنت عرفت شو رح اعمل. تربيتك انسي، لولاكي كل هالشغلات ما عرفتهم. يلا منكمل. في ساعة من ساعات الليل الحالكة. من سببك طار من ايدي. مين سهيل؟ ايه بطيخ سهيل، بكره رايح يتعرف على وحده. ايه ولا يهمك، لك الف واحد بيموت على صرمايتك. لسه بتقلي الف واحد، قولي لي اسم من بين هالالف. فارس ابن خالتك. قولي على قامتي، لسه كل كلمه والثانيه فارس ابن خالتك. اصلا ما جاب اجلي غير فارس ابن خالتي، من انا وصغيره افتكار لفارس وفارس لبطيخه، ولما جد الجد حضرته راح اتجوز غيري. لكان لك ما عم يجي يا اولاد، بكره فارس بيطلقها وبياخدك انت. الله ياخدني ان شاء الله. فارس ما بيطلقها، فارس بيحبها لمرته. يمكن كاتبت له حجابها. ايه لا كاتبت له ولا شيء، بس انت ما عم تعملي له مثلها. وشو بدي اعمل؟ تنسوا الاشتراك بقناة شوف دراما الثانية ليصلكم كل جديد.